أحسن، جزاك الله خيرا أبا محمد على هذه التلاوة الجميلة. وقد ذكرت في هذه السورة أو قرأت تلوت آية مهمة لها علاقة شوية يعني من وجهة نظر الذين يشككون في كل شيء، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. اليوم هو يوم لتذكر ضحايا التعذيب، اليوم 26 من شهر يونيو من كل عام، هو اليوم العالمي لمساند مساندة ضحايا التعذيب. وبعد الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الأمسية، نود أن نستعرض هذا الملف بشكل مختصر، طبعا لا نستطيع الدخول والولوج إليه كثيرا لأنه موضوع شائك وطويل ومعقد. من فوائد هذه الجائحة أن لدينا إخوة يحضرون من بلدان شتى، فعندنا أنا الآن أشوف ناس من إيران، ناس من الكويت، أرى أخا من البحرين أيضا، بالإضافة لبريطانيا وربما من خارج لندن نفسها أيضا. من أيضا العراق. من العراق، آسف الأخ أبو عبير، أهلا وسهلا، فمن العراق ومن إيران ومن البحرين ومن الكويت وأيضا من بريطانيا وربما من خارج لندن أيضا. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونتمنى أن نقضي ساعة أو ساعة شوية أكثر من ساعة في هذه المناسبة التي نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا ونتذكر من هم ضحايا التعذيب وما أكثرهم. ولعل أكثر الذين يستمعون ويحضرون هذه الجلسة هم ممن تعرض للتعذيب، والتعذيب هو كما يعبر عنه أحد الخبراء الخاصين التابعين للأمم المتحدة، توفي قبل سنة تقريبا، ناجل رودني، حضرنا له محاضرة في التسعينات في جمعية المحامين البريطانيين، فكان يقول أن الهدف من التعذيب، هدف المعذب هو كسر إرادة الضحية، الشخص فقط يعني قد يتلذذ، قد فيه لذة، لكن الهدف النهائي هو كسر الإرادة. المشكلة إذا كسرت إرادة الإنسان انتهى كإنسان، يعني سلبت إنسانيته، لأن ما يميز الإنسان عن البهيمة عن الحيوان أن لديه إرادة، يعني هو جائع يشتهي يأكل بس يقدر ما يأكل. الحيوان إذا جاع ودفعته الغريزة للأكل ما يستطيع يمسك نفسه، فالإنسان هو يملك إرادته، فإذا كسرت إرادته أزلت إنسانيته، أخرجته من الدائرة الإنسانية، بعدين تقدر تطلب منه كل شيء، وقع، اعترف، قل كذا. وطبعا هو يقول هذا الخبير، يقول أنه عادة الطغاة لا والمعذبون لا يحصلون شيئا كثيرا، هم ما يحصلون كثير من المعلومات من التعذيب، لأنهم يكرهون الإنسان، يجبرون على توقيع إفادات مزيفة، فهم ما يستفيدون كثير، قليل جدا من المعلومات المفيدة يحصلون عليها من خلال التعذيب. مع ذلك فهي تعبير عن السيادة، عن السلطة، عن القوة، أنا يعني دومينيشن، الهيمنة، فتفرض هيمنتك من خلال أساليب قذرة. الإنسان المؤمن، نحن نعتقد أن المؤمن يفرض هيبته من خلال وقاره وأخلاقه وحسن تعامله وحبه للآخرين، نحن نعتقد أن بهذا الشكل نفرض إرادتنا أو نفرض هيبتنا، مو بالتعذيب، مو بالإكرام، مو بالإجبار، مو بالظلم، لكن الطغاة هذا ديدنهم. الإمام الكاظم عليه السلام في دعاء الجوشن الصغير، نعرف أن الإمام الكاظم قضى أكثر من 14 عاماً في سجون الطغاة، فكان يقرأ هذا الدعاء كثيرا في السجن: إلهي وسيدي، كم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه، فقيدا من أهله وولده، فقيدا أو من أهله وولده، منقطعا عن إخوانه وبلده، يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد. لكن أيضا هو في الدعاء نفسه يقرأ عن حالة السجن، ويعني هو
معتقل سياسي بكل امتياز، وتعرض للتنكيل. لماذا؟ كما هي عادة الطغاة عندما يعتقلون الأبرياء لمجرد التعبير. يعني هم لا يعتقلون الناس لأنهم ارتكبوا جرما. 95 98% من المعتقلين السياسيين إنما هم وراء القضبان بسبب آرائهم، بسبب مواقفهم، بسبب ما يقولونه، ليس بسبب جرم آخر يعاقب عليه القانون. الإمام يقول: مولاي وسيدي، كم من عبد أمسى وأصبح في مضايق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها يتداوله أعوانها وزبانيتها، فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به، فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة، ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك، فلا إله إلا أنت سبحانك مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل. لذلك ارتأينا أن نحيي هذه المناسبة التي تحل غدا اليوم السادس والعشرون من الشهر السادس من شهر يونيو حزيران، وبودنا أن نعيش مع هؤلاء الضحايا وما أكثرهم، خصوصا لدينا في الجاليتين العراقية والبحرانية ما أكثر الذين تعرضوا للتعذيب ونكل بهم في سجون الطغاة. وأعتقد الأخوين اللذين أعتقد أن الأخوين اللذين سيتحدثان هذه الليلة هما من ضحايا التعذيب، هما سجناء رأي وتعرض للتعذيب القاسي المتوحش أو الوحشي. فندوتنا ستكون بعنوان التعذيب الممنهج في البلاد العربية وحقوق الإنسان. وموضوعات حقوق الإنسان هي أيضا موضوع فاشنبل، يعني في الموضة الآن، يتكلمون عنه كثير في الغرب، لكن مع الأسف الشديد الغرب نفسه لا يحترم هذه الحقوق. ولا ننسى ما قاله جورج بوش الابن في كتابه مذكراته في العام 2005 أتصور، الذي قال أنه سمح وأمر أو أقر استخدام وسيلة الإيهام بالغرق، ووتر بوردينج، عندما يلف فم الإنسان ووجهه بقطعة قماش ثم يصب فيها الماء، فالماء يدخل في حلقه حتى يكاد يختنق، يشعر ويتوهم أنه سيغرق. وهو يعني الرئيس الأمريكي في القرن الحادي والعشرين يقر هذه الممارسة، استخدمت مع عدد من المعتقلين على الأقل 3 حسب ما تقول الروايات، ومنهم خالد الشيخ محمد أيا كان، الإمام زي علي بن أبي طالب عليه السلام، نعرف ماذا قال في بعد ضربته من على يدي ابن ملجم: إياكم والمثلة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم أو رفقا بأسيركم وإياكم والمثلة، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ما يصير ما تعذب لا دجاجة ولا كلب ولا حيوان فضلا عن الإنسان. المتحدثان هذه الليلة هما الأستاذ ناهض الهندي من العراق، وهو كاتب وإعلامي وناشط سياسي، والسي في ماله المعلومات الشخصية طويلة، ولديه كتب ويلقي محاضرات قرآنية، واعتقل في العام 82 يعني قبل 40 سنة، وبقي في السجن 10 سنوات. فالله يستر اللي يقعد 10 سنوات في السجن صدام حسين، شلون يطلع ما أدري يعني شلون. على كل حال هو معنا هذه الليلة، وسجين آخر هو الأستاذ جواد فيروز. طبعا هذا السجين جواد فيروز هو مو بس سجين عادي، إنما هو عضو برلمان، لأن استقال مع بعض المجموعة في أيام الأحداث، فبس لأنهم استقالوا يعني، وهو استقال فأخذ وسجن وعذب وسحبت جنسيته، وهو عضو برلماني منتخب، يفترض أن يكون له شيء من الحصانة، لكن في بلداننا لا حصانة لأحد في ظلم الطغيان والاستبداد. فلكي لا نطيل،
عندنا قرابة ساعة أو ساعة وعشر دقائق حسب ما يعني الوقت، لكن أنا أطلب من الإخوان الأخ الأستاذ ناهض أن يحدثنا أولا لمدة 20 22 دقيقة، فنرحب به ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على ناهض، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. العراق سابقا معدل. فتفضل استاذ ناهض، كل شكرا اذان صاغيه. شكرا شكرا جزيلا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي كلمتك مكتوبه لو تقراها. لا لا، اتحدث لكم مباشره. لازم انا بكون مشغول بكتابتك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي العزيزات والاخوه الكرام في اي مكان. انا حقيقه يعني اشكركم على هذه الاستضافه. فعلا وي استاذ ناهض، قبل لا تبدا خلينا نتاكد ان الصوت واضح، لانه يعني يبين كان في وشوشه، فما ادري الميكروفون قريب مني، انا قاعد في وشوشه وما ادري اذا الاخوان ما اعتقد يسمعون. الان الصوت غير واضح، كان الميكروفون في مشكله. الصوت واضح الان؟ الان تقرب اكثر بعد، اذا اكثر الميكروفون ابو عمار الميكروفون اكثر. الميكروفون انت تستعمل ميكروفون الجهاز او ميكروفون خارجي؟ لانه انا استخدم بس يعني هوية السماعه هذا يعني لا استخدم. لا الميكروفون الظاهر اللي بعيد عنك، فالصوت مشوش وضعيف. الان ما يخالف. الان الصوت واضح؟ الان جيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ايتها الاخوات العزيزات والاخوه الكرام، واشكر الاخوه لاستضافتنا لهذا اليوم في هذا الذكرى التي هي ذكرى يوم مخصص يعني ويوم قريب فعلا، يعني نتذكر فيه من تعرض للتعذيب ومن رأيناه قد غادر الحياة أمامنا جراء هذا التعذيب. التعذيب الجسدي الذي يتحدث عنه العلماء كثيرا عندما نذكر التعذيب الجسدي يحاول أنه يتصور، سوف نرسم له المشاهد التي تعرضنا إليها كأنما هذه هي قضية مهمة. ولكن أنا أستاذنا الكريم أستاذنا ما أعرف ليش في وشوشة يعني في الصوت، في وشوش احيانا يجي قوي كانك تسمع ايام زمان الراديو مال بي بي سي، يجي ويروح يجي ويذهب، فما ادري وش السبب يعني. بس قبل لا حتى لان موضوع مهم لا نريد ان نخسر ولا شيء من عندك. انا خاف لانه مروحه، احتمال اكو مروحه دكتور. مروحه اكو مروحه، طفيتها اكو مروحه بالضبط. اليوم الجو حار في لندن فواتح المروحه. الله يساعدك ان شاء الله. فالآن راح نبدأ من جديد، يعني الآن صوتي ما دا يروح ويرجع. تفضل. الآن جيد. الآن جيد إن شاء الله، نتحمل الحركة ما تحملنا التعذيب. فمعذرة أنه أكمل حديثي. حقيقة التعذيب الذي يتعرض له، أنا حبدي أحسب من الآن وقتي مو تمام دكتور؟ خذ راحتك يا أخي، تفضل. نعم. التعذيب الذي يتعرض له المعتقل أو السجين السياسي تحديداً مثل ما تفضل جناب الدكتور، أنه هو الهدف منه تحطيم إرادة ونفسية السجين، وهذا أدركناه منذ البداية، لأنه هو لا يراد أن يفعل بك عاهة معينة إلا في بعض الأحيان كان يفعل سوف تعرض لها، ولكن هو لتحميلك قضية نفسية، وهذه القضية النفسية أنا أقول لكم أنه أنا غادرت السجن في شهر 12/91، قضيت في السجن بالتحديد 9 سنوات و4 أشهر وعدة أيام من سنة 82 إلى سنة نهاية 91، 23/12/91، 27/8 أنا اعتقلت 82 وأطلق سراحي 23/12/91.
خلال هذه بعد هذه الفترة كلها أنا لا زالت أيام السجن تعيش في داخلي. تصور وأقول بلا مبالغة أنه كل شيء يمكن أن يبتعد عني، حتى ظلي ممكن في أحيان أن يختفي، ولكن هذه الذكرى، ذكرى تلك المحنة، لا يمكن أن تفارقني لا في الليل ولا في النهار، وهي تعيش معي دائما. وهذا يجعلك يعني تشعر بمقدار ما يراد أن يفعل بك وما يراده أن يحط تحطيمك. فلذلك أنا مع شعوري بهذه القضية ربما قد استطعت مع كثير من الأخوة الذي كنا نعيش في ذاك المكان أن نحولها إلى طاقة إيجابية، وتصبح هم من همومنا، ودائما نتحدث بهذه القضية من أجل أنه ننصر الإنسان أيا كان هذا الإنسان. ومثل ما تفضل الدكتور عندما ضرب المثال وقال رفقا بأسيركم، فنحن الحمد لله والشكر حتى بعد خروجنا لم نملأ بالبغضاء وبالثأر حتى ممن عذبنا وممن أساء إلينا. حتى أدخل في الموضوع ولا أريد أطيل، ولكن هذا أعتقد أن كانت هذه مسألة مهمة، وأنا كتبت هذا، وإن شاء الله الأخوة في لندن الذي هم على علاقة بالشيخ التركي ويعرفون يعني أنا عندي كتاب اسمه من شقوق الظلام، يعني هو ثمنه زهيد، والذي ما عنده ثمن أنا أعطيه إياه هدية، لأنه أنا أريد أن أعرف بالقضية ولا أريد أنه أجرا عليها. عند اعتقالنا نحن اعتقلنا بوشاية، وهذه الوشاية مثل ما فضل الدكتور الآن لم يكن يراد حقيقة هو انتزاع اعترافات حقيقية، بقدر ما كان يراد سحق المعارضة وسحق أي رأي. ولذلك دخلنا إلى معتقل وإلى سجن بكل بساطة، حتى لكم أضعكم في التصوير الأول، لمدة 7 سنوات، أنا 7 سنوات وشهر بالضبط، أنا راح أذكركم التواريخ لأن أنا حافظها، من اعتقال يوم 27/8/1982 إلى أن واجهت المرة الأولى، يعني استقبلت زيارة من أهلي، كان 28/9/1989. طوال هذه الفترة لم يكن أحد من أهلي يعلم أين أنا موجود على الأطلاق. وأقل من هذه الفترة بقليل أنا لم أرى حتى الشمس، الشمس لم نراها طبعاً. وأنا أتحدث كمثال، لست أنا كشخص يعني، إنما أنا كنت واحد من قسمين في سجن أبو غريب يسمونه قسم المغلق، وهذا القسم المغلق كان قسما سريا لا يعرف به أحد ولا يعلم به أحد. أنا بعد أن صدر علي الحكم بالسجن المؤبد في محكمة الثورة جاء بي إلى سجن أبو غريب، طبعا معصوب العينين مقيد إلى الخلف، ووصلنا إلى السجن ووصلنا إلى باب فتحوا عيننا حتى نمشي في ممر طويل، ورأيت أمام باب مكتوب عليه مخزن بطانيات، ففتح هذا مخزن البطانيات، صورت انه احنا جايبينه مع انه كان صيف، فاستغربت يعني بداخلي انه شنو البطانيات احنا اللي راح ناخذها هذه. ففتحوا الباب واذا دخلت في قسم مكون من طابقين، وفي هذا الطابقين 20 زنزانة، ومملوءة هذه الزنزانة بسجناء حديقين الرؤوس. وبقيت في هذا القسم، وطبعا فتحت تحت الزنزانات ودخلت فيها، وبقيت في هذه الزنزانة لسنوات لا أخرج منها مطلقا. هذا كان الوضع. الآن لكم أن تتحدث عن، أنا لا أتحدث عن أيام الاعتقال الأول وما جرى من تعذيب بالكهرباء ومن ضرب إلى آخره، هذا ممكن أمر عليه مرور بسيط، ولكن لأنه ذاك قد يتحرط له كل معتقل لفترة قصيرة، لشهر لشهرين كذا، مع أنه أنا بقيت أكثر، يعني بقيت حوالي 10 أشهر في الاعتقال في مديرية الأمن إلى أن جي بي إلى سجن أبو غريب. لكن المحنة الكبرى هي كانت في سجن أبو غريب. في سجن أبو غريب كنا في الغرفة الواحدة أقل عدد هو 45 واحد، والغرفة الواحدة الزنزانة الواحدة هي 5×5 متر أو أقل من هذا، 25 متر مربع، إحنا كنا 45 واحد أو أكثر. وفي أحد المرات أنا كنت أحد الزنزانات، الزنزانة رقم 9،
وصل عددنا إلى 57 شخص في هذه الزنزانة. في هذه الزنزانة التي كنا فيها وبهذه الطريقة، طبعاً إحنا كنا ننام بالعراق يسمونه حل وشد، يعني ننام على الجنب، جاز نسمي إحنا بالعراقي، ننام على الجنب وحل الشد يعني الرأس مقابل الرجل، وهكذا ننام بهذه الطريقة فقط. وإذا صادف أنه واحد يعني اضطر أنه ينهض من مكانه فما يجد مكان. طبعاً الآن تصورنا لما نقول أنه ننام، النوم مو كان قضية اختيارية، يعني هو النوم قضية إجبارية وأوقات محددة. وفي هذه الأثناء لو واحد يعني نهض من رق التورم أو حتى يريد يذهب إلى دورة المياه، فإنه يتعرض إلى عقاب شديد. من أقول عقاب شديد، أنا راح أعطيكم بالمثال، يعني أجيب لكم بعض الأمثلة اللي يسمح بيها الوقت الآن. لكن إحنا المهم أشرح عن هذا النوم. كنا ننام بهذه الطريقة، هذا كان عددنا. كان يعطونا الماء، يقدمون الماء لنصف ساعة باليوم عبر هذا إحنا نسميه العلاقة الصوند الخرطوش، شو يسمونه البربيش، ما أعرف كل لغة دولة تعرف معناها، هذا أنبوب خرطوم الماء. هذا كان فقط من أجل أنه عندنا برميل بلاستيك نخزن به هذا الماء، وهذا الماء نستخدمه للاستحمام، نستخدمه نذهب إلى يعني دورة المياه ونشرب به، بحيث أنه جاءت فترات وخصوصا أيام كان إحنا في 82 و83 و84، كان وقتها شهر رمضان في الصيف، فكنا تقريبا حصة الفرد السجين الواحد حصته 3 أقداح ماء، 3 كوس ماء من الصباح إلى المساء. هذه يشرب بها، يتوضأ بها، يدخل التواليت الحمام دورة المياه بها، وإذا يريد يستحم بها. طبعاً أعرفوا شنو، إنه ماكو شيء اسمه استحمام يعني، بس هذا إنه أحياناً يصير واحد يضطر إلى بعض الأغسال إنه يقوم بها. أما الأكل فإحنا كانوا يعطونا ولسنوات يعني يعطونا مرتين بالأسبوع يجيبوننا رز، وكل الأيام يجيبون عبارة عن شيء كبير مي، وحاطين بيه بصل أو كذا ما أعرف شنو بيه، وحتى بيه أشياء سود ما نعرف يعني، ولكن كنا نضطر أنه نأكله. إلى أقول أنه من الجوع الشديد، حتى تصوروا أنه الجوع، وخصوصاً إحنا أكثرنا كنا شباب يعني. أنا كنت وقتها في الثالث جامعة، أنا كنت في كلية العلوم فيزياء وقتها في جامعة الموصل، يعني كملته السنة الثالثة بس بعد ما متخرج واعتقلت. فكنا شباب المهم في وقتها، فإحنا حتى نعالج مسألة الأكل، فكنا الخبز الذي يأتون به أحياناً أنه هذا الفضلات الباقية المتبقية نجمعها ونخليها في أكياس نيبسها حتى إذا جعنا نأكلها. وكان هذا، وبعضهم كان يفعل شيء آخر، مثلاً أنه تعرفون هذا الصمون بالعراقي البيلب في داخله، هذا كان بعضهم ما يقدر يأكل، يصير عنده في المشكلة بمعدته، وبعض الآخر يأخذه يخليه بالماء ويجفف، يخليه يجفف يجف، وبعدين يصير هذا عنده في الشيء مثل يعني نسميه كعكينة بالعراقي، يأكله بهذه الطريقة يعني حتى يشبع نفسه بهذه الطريقة. بل وصلت الحالة من الجوع، أنا أذكر بعض الشباب الصغار، أنا ما سويت هذه الحالة، ولكنه الجوع الشديد اللي حصل أنه بعضهم كان عنده معجون أسنان، هذا معجون أسنان كان يفرشي على الخبز ويأكله ويا الخبز، كأنما هو يتصور أنه الزبد أو كذا، فقط من أجل أنه يأكل. طبعا هذه الحالة عندما أحدثكم عنها، هذه لم تستمر لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، هذه استمرت لسنوات طويلة. ونتيجة هذه السنوات الطويلة حصلت الأمراض الكثيرة. من هذه الأمراض الكثيرة أنا شخصياً أصبت بتدرج رئوي، وصلت إلى حافة الموت. يعني من أقول حافة الموت مو بتعبير مجازي، لأن أنا أتذكر لحد الآن أنه كثير من إخواننا كانوا يجلسون عندي بعد أن ارتفعت درجة حرارتي وبديت يعني أسعل دم، كان يصبروني ويقولوا لي انه الموت حاق ولا الى اخره، يعني انه كانما ادركوا انه انا يعني ميت لا محاله، ولكن الله سبحانه وتعالى ما كتب لي انه اموت هناك. فوق كل هذا الجوع وكل هذا العطش كان هناك تعذيب ممنهج.
أي مخالفة، طبعا أنا من أقول مخالفة الآن تجاوز، أي شيء يحسبه في رجال الأمن مخالفة كان يتعرض إلى تعذيب شديد. واحدة من هذه الأمثلة، الوقت قليل عندي، أنا أذكر أحد المرحوم واحد من البصرة اسمه أبو فرقان، يذكرونه كثيرا إلى أخوان أخواننا السجناء في المغلق. هذا عذب تعذيب، راح أشرح عن قليل هذا التعذيب، أنه وضع في على منضدة وبس أخرجوا رقبته يعني رأسه من المنضدة وعلقوا على رقبته من جانب من جانب قنيتي غاز مربوطات بسلسلة وهم يضربون به. وطبعا بعدها يعني هو الرجل تعرض إلى ما تعرض وتوفى الله يرحمه في السجن. واحد شخص آخر أذكر أيضا، هذا مجرد أنه نهض في الليل، أنا وعندكم قلت لكم أنه واحد مرات ينهض دورة المياه، نهض إلى دورة المياه في الليل، ممنوع النهوض في الليل، إحنا عندنا وقت ممنوع النهوض فيه مطلقا. هو اضطر إلى أن يذهب إلى دورة المياه، شاف واحد من الأمن أخرجوه ثاني يوم، وكان عندنا نقيب اسمه غالب الدوري ابن أخت عزة الدوري، هو كان المسؤول عن السجن، لأن كان المسؤول السجن مو كل واحد يعني فيه، فقط أربعة من رجال الأمن بالأسماء هم يدخلون عليه، ما يدخل عليه أي أحد آخر. فالمهم أخرجوا عذبوا هذا، عذبوا تعذيب أمام عيني. يعني أختصر ما بكون بالتعذيب، أنه من بعد التعذيب وأنا رأيته وهو هو يخرج السجن فقد العقل، فقد عقله من شدة التعذيب وما حصل فيه. أما الأمراض التي كانت تنتشر، وأنا من ضمنهم قلت لكم أنا حاسة التدرن الرئوي اللي صارت، فكان يأتون لنا بعلاج بشكل متناوب، بحيث أنه إحنا ما نستطيع أنه نعالج، فكان الطبيب أنه يحاول شلون في قضية الأزمات يوزع الأدوية هنا وهناك، يعني مرة يعطيني ومرة ثانية وما يعطيني وهكذا إلى أنه يتجاوز. لكن أكثر ما كان يصير في هذه السجون هو أنه كيف أنه تعالج الأمراض. كان عندنا بعض الأطباء من عندهم طبيب قبل أيام أو قبل فترة رحل الله يرحمه الدكتور سعد محمد صالح، كان انتشرت عندنا حالة اسمها حالة الجيوب المائية في الصدر، وكان أنه ما يملك أنه يعني يزودون بأشياء بسيطة مثل ما يزودون اللي هذا النيدل حتى يعني يزرق الأبار أو يسحب، فكان يضطر أنه يطلب من عندنا أنه كيف أنه، لأنه النيدل هو واحد يستخدم مرة واحدة، فكيف نجربه أنه بعد أنه تذهب يعني الحافة الحادة من عنده، فكنا نبرده بالأرض السمنتية حتى يعيد استخدامه مرة ثانية. هذا كان يدخله من وراء القضبان، هو بينه وبين الدكتور هنا والسجين هنا وبيناتهم قضبان الزنزانة، ويجري عملية بهذه الطريقة وبدون بنج، يدخل في داخل الجسم هذا الشيء يعني دقيق حتى يدخله ويبدأ يسحب من عنده. كانت تجري بهذه الطريقة العملية. ظلينا على هذه السنوات طويلة بهذه الطريقة، الأكل القليل، الماء القليل، الضرب الممنهج، وعندما يقول أنه ضرب ممنهج وبدون أي معنى، مثلا كان يفرض علينا في العراق، العراقيين يعرفون في ذاك الزمان أنه كان صدام يخرج في أخبار الساعة 8 ويبقى ساعتين يروح يزور مكانات كذا، وبعدين ممكن أنه بالساعة في العشرة هم يعيدوها مرة ثانية وتخلص الساعة 12. إحنا من الساعة إذا طلع صدام بالتلفزيون ممنوع أي واحد ينبس بحرف واحد، ولا يتكلم ولا يأكل ولا يمد إليه وهكذا، فممكن أنه أنت تقوم بأي حركة صغيرة وتتعرض إلى ضربة، ممكن أنه يعني تسحب إلى الموت يعني من جراء هذا التعذيب. هذا كان مثلا يجري بهذه الطريقة، وكثير ما عوقب أشخاص على هذا، وأحيانا حتى بلا سبب. طبعا أيام الهجومات الإيرانية كنا نتعرض إلى ضرب إلى آخره، وأحيانا مثلا في يوم من الأيام إحنا نسميها مشهورات عندنا يعني السجن يعرفوها، إحنا نسميها مثل حكيت لت العيد، إنه في يوم جاءونا في يوم العيد فسألنا إنه إحنا طبعا يعني صايمين، فإنه أنتوا ليش إنه صايمين اليوم؟ أنتوا إذا فورس، أنتوا إذا مجوس، أنتوا إذا كذا، طلعوا في ذلك اليوم
يخرجون السجناء، يعني كل غرفة مجموعة معينة، ويبدون يضربوهم. هذا كله، ويضاف إلى شيء آخر، أنه أنت هذا السجن لا تتوقع أنه يفرج عنك في يوم من الأيام. وبعضهم كان ينهي مدة المحكومية، كان عندنا شباب صغار عندهم مدة المحكومية، هؤلاء كانوا ينهون مدة المحكومية ويؤخذون من السجن إلى قسم الإعدام حتى ينفذ بهم قسم حكم الإعدام، مع أنهم هم يرتكبون، كانوا يستبدلون بمجرمين آخرين. وجرت هذه الحوادث، يعني كثيرة من هذه الحوادث. وطبعا يعني كثير من الأمور التي حدثت، أنا لا أريد، يعني يمكن أستاذ جواد عنده كلام كثير عن الأخوة في البحرين، وما نعتقد يعني باقي لي ما أعرف دقيقة وقد. أو تفضل، عندك دقيقة دقيقتين وتفضل. نعم، إيه. فأنا يعني أقول لكم فقط عن أيام التعذيب الأولى عندما كنا في المعتقلات، في المعتقل. التعذيب كان بهذه الطريقة، أنه نقيد إلى الخلف ونعلق بالسقف، وإحنا مقيدين إلى الخلف من إيدنا، نعلق بالسقف، وطبعا نعرى من جميع ملابسنا على الإطلاق، يعني كما وهو هذا كان يراد طبعا. وهذا كان يفعل بنا نساء ورجالا، يعني أخواتنا أيضا كان يفعل بهم بهذه الطريقة، ويبدون يعذبون بكل الوسائل، أما بكهرباء يضعوها في الأماكن الحساسة، أو أنه يستخدمون الحرق، يرشون على الأجسام مادة سريعة الاشتعال توهمك أنه أنت احترقت، وتبقى تنزل بعد 4 ساعات تقريبا، مثل أنا شخصيا تعرضت لهذه، تنزل تشل يدك، يعني ما تستطيع أنه تحرك ولا حتى أصابعك، يعني لو بعض الأخوان، إحنا كان واحد يساعد الثاني بهذه الطريقة. وهذه الحالة كانت تجري مع الكل، حتى انا كنت في البدايه، تعرفونها ممكن السذاجه تصير، انه مره اعتقلوا واحده من الاخوات، فانا قلت انه ما معقوله انه راح يمارسون بها مثل ما يمارسون، يعني نبقى شرقيين اخر اول واخر حتى لرجل الامن. لكنه العجيب انه شفت انه نفس الممارسه التي تمارس مع الرجال تمارس مع النساء بدون اي تمييز على الاطلاق، نفس الشيء من الضرب والحرق. وطبعا لا يراد من عندك انتزاع معلومات على الاقل ابدا، فقط السؤال الاول هو انه يسالك، انت عليك ان تعترف، ما عنده دليل، وانه تناقشه بالدليل والعقل. هذا تتعرض الى هذا التعذيب بهذه الطريقه. وذهبنا الى المحكمه، انا اخر نص دقيقه فقط، عندما ذهبنا الى المحكمه، اخذنا الى المحكمه، محكمة الثورة اللي كان بقت عواد البندر الذي يعدم، أنا قبل كان يعني زي ما حكم مسلم الجمهور، أنا حكمني عواد البندر هذا الذي أعدم. هذه المحكمة ندخل عليه، يسألنا سؤال، وأكو هناك مدعي يطالب بالإعدام، وهناك محامي كان يقرر هذه العبارة، فتشت في قوانين الأرض والسماء فلم أجد مادة ترحم هؤلاء. هذا كلام المحامي الذي انتدب حتى يدافع عنه. وبعد ذلك سألني يعني أنا شخصيا عواد البندر، أنت مذنب أم بريء؟ أنا قلت له بريء. قال لي شنو هاي الاعترافات؟ أحد من الأخوان كان قاعد معنا قال له سيدي، أنت لو متعذب التعذيب الآن متعذبة كان معترفة، اعترفت بالبوليساريو، أنت حتى بالبوليسيريو يقول لك انت تعترف. زين، المهم انه ينزلونه، وبعدها انه جماعه يحكموهم بالاعدام، وجماعه يحكمون بالسجن المؤبد. كان الفاصل بين الاعدام والسجن المؤبد هو انه انت اكملت 20 سنه او ما اكملت 20 سنه. اذا اكملت 20 سنه فانت الى الجنه ان شاء الله، اما اذا لم تكمل 20 سنه فانه تحكم بالسجن المؤبد. الكلام طويل، والذي يعني انا يسعدني انه تكلمت معكم وشرحت لكم بعض من ما عانى الاخوه هناك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الطريق. وانا يعني اذا احد من الاخوه يحب انه يقرا الشهاده كامله، انا اقدر ازود بكتاب. واشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ ناهض على هذه الإفادة التي أنا متأكد أنك كتبتها، ولكن سيتم يعني توثيقها لدينا وستحرر إن شاء الله، فقط للعبرة، لأن هؤلاء الطغاة الذين مارسوا ذلك التعذيب يعني ربما شيئا من جزائهم، ولكن جزائهم الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنكم نلتم شرف الصمود والبقاء والثبات، ولم يزعزعكم ذلك التعذيب عن مواقفكم،
فلكم الأجر والثواب، وتقبل الله عملكم وجعله في ميزان حسناتكم، وأطال الله عمركم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تلتئم هذه الجراح التي لا تلتئم بسهولة، خصوصا إذا تعرضت، يعني إذا كانت، إذا استمرت 10 سنوات من عمر الإنسان. ولكن ما العمل سوى أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شكرا أستاذ ناهض. الآن مع أخينا الكريم الأستاذ جواد فيروز، وهو نائب برلماني سابق ومعتقل سابق ومعذب سابق وبحراني بالجواز السفر سابقا، الآن ليس له بعد صحيفة جنسيته، فما أدري شنو نسميه، يعني ليس نائبا ولكنه ضحية تعذيب، وأيضا بدون جواز سفر وبدون هوية. لكن هوية الإنسان هو في موقفه وفي شرفه وفي صموده وفي إبائه. تفضل أخونا أستاذ جواد فيروز، كان نائبا في البرلمان ضمن مجموعة جمعية الوفاق ما بين 1906 إلى 2010، 2006 إلى 2010، 2011، 5 سنوات. يلا تفضل أستاذ جواد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. كل الشكر وامتنان لمؤسسة الأبرار على إتاحة هذه الفرصة وتنظيم هذا الملتقى الثقافي الديني وكذلك الحقوقي في هذه الأمسية. نعم، موضوع التعذيب عامة وما يجري على الضحايا موضوع كبير وموضوع مؤلم وموضوع كذلك ذو اهتمام لدى الكثير من الهيئات الدولية. لذلك نجد بأن الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم، يوم 26، يوم غد 26 يونيو، بأن يكون يوما لمساندة ضحايا التعذيب، لأن بالفعل هي كلمة ولكن آثارها سوف تبقى على الضحايا مهما عاشوا، وكذلك لها التبعات الكثيرة. ولكي يكون هناك إلغاء تام لهذه الممارسة البشعة التي تؤدي إلى حالة من قهر إرادة الإنسان ومن ثم إهانة كرامته، لذلك تم تخصيص يوم لمساندة الضحايا. ونقول الضحايا بالفعل هم ضحايا لما حل بهم من هذه المظالم ومن هذه الإهانات. أنا حقيقة أريد أن أستفيد من الوقت لكي أستعرض واقع التعذيب في البحرين. واقع التعذيب في البحرين منذ وجود آل خليفة في البحرين، وليس منذ 14 فبراير 2011، وليس كذلك منذ سن قانون أمن الدولة عندما حل المجلس الوطني. منذ أتوا آل خليفة للبحرين مارسوا هذا النوع من التعذيب، ولكن تاريخ طويل، عقود من الزمن من الإهانة ومن التعدي على حقوق الناس بأساليب مختلفة جدا. ولكن أريد أن أخصص حديثي بالدرجة الأولى إلى الفترة المعاصرة لممارسة التعذيب في البحرين، وهو بالفعل تعذيب ممنهج. عندما نقول تعذيب ممنهج يجب أن نستوحي الأمور التالية: أولا، ليست ممارسات فردية، إنما هناك توجيه من أعلى المستويات. وأقول ما أقوله لأنني عايشت المرحلة وتلمست الأمر من صغار الجلادين، وعندما حتى تعاملت مع الكبار المسؤولين تيقنت بأن هذه الممارسة في البحرين ممنهجة، بمعنى بأن هناك توجيه مباشر من أكبر المسؤولين، وليس ممارسات فردية من صغار الجلادين أو من حراس السجن نفترض مثلا، أو من ضابط أمن، أو من يأتي لكي يعتقل شابا هنا وهناك. هذا أمر ممنهج. والدليل على ذلك، لماذا ممنهج؟ أولا، أنا واجهت وزير الداخلية من خلال سؤال نيابي عن موضوع التعذيب في البحرين، تحديدا في 2008 عندما اعتقل عدد من الإخوة وسمي في ذلك الوقت قضية الحجيرة. واجهت السؤال نيابيا إلى وزير الداخلية، تصوروا أن رئيس المجلس
خليفة الظهراني منع السؤال الذي من أبسط حقوق النائب أن يسأل إلى الوزير، وهو سؤال نيابي وليس استجوابا وليس لجنة تحقيقا، سؤالا نيابيا، منعني من إرسال السؤال. وعندما بعد فترة طويلة احتكمت إلى المستشار المجلس، المستشار أنصفني وفرض على الوزير أن يرفع السؤال، ولكن تصوروا الوزير لم يجب على السؤال وطلبني في مكتبه ورفضت، ولكن عندما التقيت في مرة ثانية أقر بأن هذه الممارسة في ذاك الوقت على الأقل تمارس، عندما أشار إلى المبنى الملاصق لمبنى وزارة الداخلية، والمبنى الملاصق مبنى جهاز الأمن الوطني. تصوروا وزير الداخلية أقر بهذا الأمر. ما هذا يعني؟ يعني بأن كل المسؤولين يعلمون، لأن بالفعل الشباب تعرضوا إلى تعذيبا شديدا، شباب ما سمي بخلية حجارة وشبه ذلك. وعندما تم مواجهته في المجلس وأنا اعتراف بأن جوابي لم يتم طرحه، وهو أنكر مجددا في المجلس، ولكن كان واضح جدا بأنه هو تهرب. عموما تصوروا هذه المواجهة وهذه الجرأة بأنني أدافع عن حق المواطن لكي لا يعذب، وعندما احتجينا نحن ومجموعة من النواب، عندما تم اعتقال مجموعة من الشباب وزج بهم في جهاز الأمن الوطني في 2007، تصوروا عند اعتقالي في 2011 وتحديدا اعتقلت في 2 مايو وزج بي في جهاز الأمن الوطني، ويقول لي المعذب مكان الذي كنت تسأل عنه هل في تعذيب، فأنت الآن داخل وسوف ترى التعذيب، وبالفعل مارسوا معي التعذيب عندما دخلت هذه المبنى في هذا الأمر. تصوروا كل هذه الأحداث، يمكن أتحدث أنواع التعذيب، دونت بصورة موثقة. إذا ترجعون إلى لجنة تقصي الحقائق، تقرير بسيوني، تقرير لجنة مستقلة لتقرير الحقائق، تحديدا شهادة رقم 55 في تفصيل ما جرى علي من تعذيب. لم أكتفي بأن وصلت الاحتجاج إلى رئيس اللجنة وتم تدوينه، وصلت بصورة مدونة ومكتوبة برسالة مسجلة إلى كل المسؤولين بعد الإفراج عني، من الملك إلى رئيس الوزراء إلى رئيس قوة دفاع البحرين إلى وزير العدل إلى النيابة العامة إلى النيابة العسكرية، كل هؤلاء أرسلت لهم بصورة مدونة ما جرى علي. ولكن هل تم إنصافي؟ لم يتم إنصافي، ولم يعملوا حتى تحقيقا شكليا في هذا الأمر. ماذا يعني؟ يعني أن هناك أمرا موجها. حادثة أخرى لكي أثبت بأن التعذيب في البحرين ممنهج، عندما تم تعذيبي في سجن جرين من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو يعذبني يقول كيف تتجرأ وتقدم سؤالا أو استجوابا إلى أحد وزراء الخليفة، كيف تتجرأ، أحمد الله، أحمد ربك خليناك تصير نائب، بفضلنا صرت نائب. تصوروا إن العملية التعذيب، أحياناً إنسان يمكن يفكر التعذيب فقط وفقط من أجل انتزاع المعلومة، مع الأسف الشديد في البحرين نعم التعذيب من أجل انتزاع المعلومة، ولكن أبعد من ذلك، من أجل الإذلال ومن أجل الإهانة. وإلا كيف يتم تعذيب الرموز المعارضة، أستاذ عبد الوهاب وأستاذ حسن مشيمع والبقية من الرموز، أين؟ في غرفة المحكمة، في قاعة المحكمة، وهم في هذه الزنزانة الصغيرة الزاوية من قاعة المحكمة في القيادة العسكرية في المحكمة العسكرية، لأنهم اعترضوا على الحكم الظالم عندما نطق القاضي المحكمة العسكرية بحكم المؤبد، احتجوا على هذا الحكم بكلمة إن الشعب منتصر، فضربوا وهم في قاعة المحكمة. وعندما أنا وصلت في سجن جرين سمعت الأخوة الذين رجعوا، وكان معاهم مهدي أبو ديب، فقال أنا صرت معهم في نفس الباص الذي نقلهم من قاعة المحكمة إلى سجن جرين، ومهدي كان معنا في نفس العنبر. مهدي أديب يقول وجدتهم هم أجساد بلا حراك من كثرة الضرب في المحكمة وكثرة الضرب في الباص. إلى أن مسافة المحكمة إلى سجن جرين تقريبا نص ساعة، وطول الفترة وهم الرموز وهم شخصيات مرموقة وشخصيات تنادي بالسلمية في العمل وشابه ذلك،
ولكن ضربوا أمام القاضي، وهم الآن لا زالوا تحت القيد ولا زالوا مقيدين ولا زال محكوم عليهم بالإعدام. عندما نأتي إلى أساليب التعذيب في البحرين، أسلوب الاغتصاب والتعدي الجنسي، قلما شخص لم يمر بهذا النوع من التحرش الجنسي. ومثل ما ذكرت، أحياناً ليس فقط من أجل انتزاع المعلومة، أحياناً كثيرة من أجل الإذلال. في شخصيات معروفة ومرموقة من المعارضة، وفي شخصيات علمائية أنا سمعتهم شخصياً وأنا معاهم في سجن جرين، نقلوا لي كيفية التعذيب بما في ذلك التحرش الجنسي جداً يعني مخجل الذي مارسوه معاهم. كذلك النساء، أصور كلنا شاهدنا فيلم البي بي سي في موضوع اغتصاب النساء، وهم الشاهدات على هذه الفعل الشنيع التي مارست بشأنهم. أنا شخصياً نفس الأمور بصورة مختلفة، بما في ذلك تشهير السلاح في الرأس والضرب وأمور كثيرة. تصوروا أن الإنسان يعذب أين؟ يعذب في مركز العلاج، في مركز الصحي التابع إلى الدوائر اللي يتم احتجاز فيها، سواء السجون أو أحياناً التحقيق. تصور أنه يعذب السجين في 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 غرفة النيابة العامة. عندما نقلنا من جهاز الأمن الوطني إلى النيابة العسكرية ونحن في غرفة الانتظار لكي يدخلونا على النائب العسكري، ضربنا ضرب وتم إهانتنا. دخلت على النائب العسكري واحتجيت على هذه الممارسة، وهو أبدأ استنكاره. تصور بعد خروجي وبعد تحقيق 12 ساعة معه وأنا خارج منهك، أرجع إلى نفس قاعة الانتظار ويتم ضربي مجددا احتجاجا إن لماذا قدمت الشكوى إلى النائب العسكري، بالرغم أن في نفس المبنى وفي نفس المكان بينه وبين غرفة النائب العسكري فقط جدار، وبالتأكيد هم يسمعون، هم شاهدين على كل هذه الأمور. لذلك باختصار شديد، نعم التعذيب ممنهج في البحرين. نحن لا نقول ضحايا التعذيب مثلا أو حقوقيين نتابع شأن المحلي. لنقرأ قائمة التقارير التي خرجت من هيئات دولية، من مفوضية سامية، من منظمات مرموقة ومحايدة دوليا مثل عفو الدولية وأمنستي ومثل هيومان رايتس ووتش. وكذلك نجد في أغلب كلمات الدول عندما يلقون كلماتهم في مجلس حقوق الإنسان يؤكدوا أن في البحرين في التعذيب. عندما نأتي إلى استعراض الدور الشامل لملف البحرين سواء في 2012 أو 2016، عندما نأتي إلى لجنة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، آخر تقرير وآخر اجتماع لهم حتى مع الوفد الرسمي في مايو، كان الاجتماع في 2017 وأصدروا تقريرهم في يوليو 2017. اقرأوا التقرير، يؤكدون بأن التعذيب ممنهج في البحرين ولا يوجد هناك جدية للتصدي في لهذا الممارسة الشنيعة. نعم نحن الآن نعتقد بأن الدولة بدأت تعذب ولكن بذكاء بدون أن تخلق أثر. تعذب من خلال عندما تصلنا كثير من احتجاجات من قبل المعتقلين من السجناء، وآخرهم كانوا الأخوين فخراوي، محمد وعلي فخراوي، في شهر أبريل هذه السنة تعرضوا إلى ضرب لأنهم أرادوا أن يمارسوا شعائرهم الدينية في السجن، زجوا بالسجن الانفرادي وضربوا ضربا مبرحا وهم في السجن. لذلك التعذيب في البحرين ليس فقط من أجل انتزاع المعلومة أو محاولة اعتراف على الآخرين وشاب ذلك، حتى بعد ما يصدر عليك الحكم وحكم مؤبد يعني لا حول لك قوة وتزج في السجن، ولكن تعذب في هذا الأمر. نحن نعتقد بأن هذه الممارسات لأن هناك غض بصر عن هذه الانتهاكات الجنسية في البحرين، ومع الأسف الشديد حلفاء الدوليين للبحرين الخارجيين، نعم هم يدعون الديمقراطية ويدعون بأن المنهج الديمقراطي مطبق محليا، ويقولون بحكم القانون ويقولون بمراعاة قضايا حقوق الإنسان، ولكن عندما تأتي إلى سياساتهم الخارجية نجد خلاف ذلك تماما. والدليل أن أكبر المستشارين الأمنيين في هذه الأجهزة القمعية كانوا أجانب، أيان هندرسون معروف والذي أسس لجهاز الأمن الوطني بصورة كبيرة جدا، وعلى مرأة ومسمع من كل سفاراتهم يسمعون. وكذلك الضحايا قدموا الشكاوي إلى عدد من السفراء لهذه الدول، قدموا الشكاوي إلى الهيئات الدولية، وحتى كذلك نسمع من مندوبينهم في الهيئات الدولية
الحقوقية. نعم، الحل الآن ليس بقبول بأن يظلم الضحية مرتين، ظلم وعوقب ومن ثم زج به السجن، ومن ثم الآن يمكن يراد أن يفرج عنه ويقول له اقبل بالعقوبة المضاعفة، اقبل بالظلم المضاعف مما يسمى العقوبات البديلة، بدل أن يكون هناك تبني لجبر الضرر، يكون هناك تبني لإنصاف الضحايا، يكون هناك مشروع للعدالة الانتقالية، وجزء الأساسي من العدالة الانتقالية يجب أن يكون هناك محاكمة عادلة لكل هؤلاء الجنات. ولكن مع الأسف الشديد أن السلطة ماضية لأن هناك غضصة لهذه النوع من الممارسات. لذلك أؤكد مجدداً على الضحايا أن لا يؤسوا ويستمروا في الدفاع عن حقوقهم، ونعتقد بأن هذه الممارسات المخالفة للفطرة الإنسانية، مخالفة للشرائع الإلهية، مخالفة للقوانين الوضعية، لا يمكن لها أن تستمر، ولا يمكن أن يأتي يوم كل هؤلاء الجلادين يكونون بمنأى من المحاسبة. ونحن إذا أردنا أن نضمن لمنطقتنا إلى دولنا يكون في أمن ويكون في استقرار ويكون في عزة وكرامة، طبيعي هذه الممارسة الشنيعة يجب أن تنتهي إلى الأبد، وكذلك من يمارسها يجب أن يقدم إلى العدالة الدولية. بالتأكيد نحن نعتقد يجب أن يكون هناك لجان تحقيق دولية مستقلة بمظلة وبإشراف الأمم المتحدة، وكذلك بمتابعة المفوضية السامية، وكذلك السماح إلى المقررين الخاصين. البحرين تدعي بأنها غيرت منهجها وإنها حاسبت. السؤال هنا لماذا لا تسمح للمقررين الخاصين زيارة البحرين؟ منذ 2006 إلى اليوم لا مقرر خاص زار البحرين. إذا لم يكن هناك لديكم هذه الممارسات الشريعة، فاسمحوا للمقررين والهيئات الدولية الحقوقية لزيارة البحرين لالتقاء بالضحايا وأهاليهم ويبحثوا عن هذا الأمر. لا أريد أن أطيل أكثر، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.